خلاص كده تمام. اسباب تاخر مسلسل الظاهر؟ مفيش تاخر ولا حاجه، في بعض التعديلات، ومحمد نزل، محمد فؤاد نزل صور وانا صورت، ومفيش اي مشاكل. خلاص يعني هيكون جاهز العرض في سبتمبر ان شاء الله. هو العمل الاداري ممكن ياخد حضرتك من العمل الفني؟ اسمك ايه؟ عندك كام سنه؟ 22. انا من 15 سنه وانا موظف حكومه، يعني كان عمرك انت 7 سنين، فعمري ما كنت غير موظف حكومه بقالي 15 سنه. انا في 2006 لما انت كان عمرك برضو 8 سنين كنت مدير قصر السينما. في حاجة جديدة الفترة القادمة يعني؟ شعر ابيض بس ده أجدد حاجة. لسه بس نخلص من الظاهر ونخش حاجة جديدة إن شاء الله.